طبعا مع ظهور الإصابات في عدد من دول العالم بمتحور كورونا الجديد، بدأ يبقى في كلام عن مدى فعالية اللقاحات القديمة مع المتحور الجديد، وهل في بعض المتحورات ليها طفرة جينية مختلفة وبالتالي هتكون محتاجة إلى لقاحات جديدة. التفاصيل دي كلها هنعرفها من الدكتور محمد أحمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور يا فندم. يا دكتور، طمنا، اللقاحات القديمة لكورونا فعالة مع المتحورات الجديدة ولا احنا كل شوية هنحتاج ناخد لقاحات مختلفة؟ لا، هو كل فترة طبعا هنحتاج ان احنا نغير اللقاح، ودي شركات كتير بتعملها، بس مش المتحورات الجديدة ما بتنفيش تفاعل الأجسام المضادة او الأجسام المضادة اللي الناتجة عن اللقاحات، انها بتتفاعل بشيء من القدر يعني مع المتحورات الجديده، فهنحتاج لقاحات جديده. بالفعل هنحتاج لقاحات جديده، واعتقد الشركات بره مراقبه الجزئيه دي، واحنا في المركز القومي للبحوث متابعين دور اللقاحات المختلفه في توفير الحمايه ضد الفاريانت او السلالات اللي بتظهر من الكورونا. طيب، يعني الموضوع تحت المراقبه يعني. طيب دكتور محمد، اعتقد انه الموضوع هيكون صعب شويه، يعني احنا كل شهر شهرين بنشوف متحور جديد، واحنا عشان نعمل لقاح بتكون فيه دراسات وابحاث وبتاخد فترات من الوقت، وعلى ما نصل في النهايه الى نتيجه وهنبتدي نصنع هذا اللقاح بنشوف متحور جديد، فازاي هيتم التعامل؟ لا، هي مش بالصورة دي. أولا هو التفكير بقى خد شقين. الشق الأولاني إن احنا يتعمل حاجة اسمها يونيفرسال فاكسين، اللي هو فاكسين عام لفيروس الكورونا مهما تغيرت أشكاله، بيختاروا أماكن كده ثابتة فيه وهي دي اللي بيعملوا منها فاكسين. النقطة الثانية إن مش كل طفرة بتغير سلوك الفيروس. في طفرات بتحصل في اجزاء من الفيروس ما لهاش تاثير كبير على مدى ضرورته وشراسه الفيروس، فمش كل طفره هنعمل لقاح جديد. احنا بنعمل لما بيبتدي السلال اللي موجوده ما تتفاعلش خالص مع اللقاح، ودي احنا بتتقاس عمليا وعلى حيوانات التجارب، اذا كان الاجسام المناعيه اللي ناتجه عن اللقاح ده هتوفر حمايه للكائن ولا مش هتوفر. طيب دكتور، مش عارفه ينفع نسال ولا لا، هل احنا عارفين في كام متحور لكورونا لغايه دلوقتي، او كام متحور عامل فرق؟ يعني احنا عارفين ان طول الوقت بيحصل ميوتيشن او بيحصل تطور في الفيروس، بس ايه اللي ممكن يكون اختلف شكله فيه؟ تمام. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا في المركز القومي للبحوث اخر سلاله ظهر في العالم اللي جي ان 1 مثلا، دي موجوده عندنا وموجودة عندنا معزولة من عند الناس، وعملين لها الشفرة الجينية بتاعتها عاملينها ودارسينها كويس قوي، ومتابعين الموقف بشكل يعني زي أي دولة في العالم متقدمة يعني ما نقلقش يعني. طيب، هل مع ظهور متحورات جديدة المتحورات القديمة بتنتهي؟ يعني لو كان في متحور مثلا من كورونا هو الأخطر، هل ما زال موجود مع ظهور المتحورات الجديده اللي هي مش اخطر لكن سريعه في الانتشار؟ تمام، هو دايما المتحور بيبقى شامل المتحورات القديمه وبيزود عليها. فاحنا اللي بندرسه ان اللي بيزود عليها دي هل ده بيشكل خطوره؟ هل ده بيأثر على ما هو التأثير على الفيروس؟ يا اما ضربته شدته، يا اما مقاومته للقاحات، يا اما مقاومته لان استخدم المواد التشخيصيه اللي انا بستخدمها ويظهر. ما هو ممكن يهرب من المواد التشخيصيه لو المتحورات كتيره، يهرب من المواد التشخيصيه. فلذلك اول حاجه بنعملها هي الشفره الجينيه بتاعته، نتعرف عليها نشوف ده هينفع هيهرب من المواد التشخيصيه ولا لا، هل ده هيتاثر باللقاح ولا لا، هل ده بيزود شراسه الفيروس حسب بقى الطفره نشوفها فيهم في اجزاء الفيروس، ونعرف منها هل ده هيزود شراسته، هيزود ضربته، هيأثر على تأثيره على الاعراض مثلا اللي بتظهر على المصابين.
كل الحاجات دي بتدرس، وبتدرس على برضه مستوى العالم مدى الخطوره اللي بيسببها الفيروس. لحد دلوقتي الوضع امن لحد كبير. عظيم. وان ده اخر سلاله، يعني كل الدراسات بتقول ان هو منخفض الضراوه، منخفض المخاطر. بس طبعا في ناس يعني ما بيستحملوش العبء ده على الجهاز التنفسي، فبتحصل حالات الوفيات من كده، مش الفيروس بيسبب نسبه وفيات عاليه يعني. كل الشكر ليك دكتور محمد احمد علي، رئيس مركز التميز العلمي بالمركز القومي للبحوث، شكرا جزيلا لحضرتك.